بصوا اللبن اهو، انا العزيزيه بتتعمل بطريقه عايزه اقول لكم هي لذيذه في ايه، ان احنا حاجه مشبعه وفي نفس الوقت موجوده عندنا في البيت. هنعملها بمكرونه، مكرونه نشا سكر اي نوع مكسرات عندنا، اي نوع مكسرات حتى لو ما عندناش هتتعمل، ممكن نكتفي بالزبيب وجوز الهند، جوز الهند زبيب قشطه، مشكل مكسرات هنا شرايح لوز على عين جمل على بندق، معانا نشا فانيلا صفار بيضه سمنه بلدي سكر كمان كريمه. على كيس المكرونه ممكن من صفار بيضه لصفارين على حسب ما يعني، البيض مش هيأثر قوي لو احنا عملنا صفار بيضه واحده ماشي. طيب هنا انا حاطه لبن عشان يبقى سخن، وانا اصلا سلقه المكرونه تمام. هكمل سليق المكرونه جوه اللبن السخن وهحط عليه السكر عشان انا عايزه المكرونه تشرب السكر خلاص اهو، والسكر طبعا يدوب ايه في اللبن. طيب كده دلوقتي المكرونه اهي مع اللبن والسكر، هبتدي احط بودره الكريم شانتيه، هبتدي احط كمان الكريمه خلاص اهو، النشا ممكن تحطوه ممكن لا، انا هحط معلقتين كده نشا صغيرين عشان اضمن بس المكرونه مسكت، لان اوريدي كده ولا كده المكرونه بتنزل النشا بتاعتها. في ناس بتحب تسلق المكرونه اصلا في اللبن خلاص، فلو هي لو احنا سلقنا المكرونه في اللبن مش هنحتاج ان احنا نحط نشا اصلا، بس انا يعني بحب اسلقها الاول كده في الميه وبعدين اكمل في اللبن اهو. هحط النشا هخلي بقى البيض والفانيلا دول ايه اخر حاجه، هحط كده ايه السمنه واقلب بقى. طيب ابتدي بقى احط البيضه مع الصفار البيضتين اهو مع الفانيلا، هحطهم كده وبعدين هسيبهم بقى ايه يغلوا شويه. ده كده احنا دي الحشوه اللي هنحشي بيها العزيزيه، هنلخبطها بعد لما نخلطها. اضربها كده جربوها هتشكروني عليها ان شاء الله. طيب هبتدي بقى كده احط الزبيب ماشي، شويه مكسرات شويه شويه من ابتدي بقى احطها كده في البايركس.